قطروا من الحب تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا، الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخريف دي انت كمان؟ يا نوال ما تنسيش ميعاد النهاردة عند خالتي نوسة. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكرة. انت رايحة عند الولاد دي ولا ايه؟ اه. وهي عارفة ان انت رايحة؟ لا انا واخدة البنات ورايحة لها مفاجأة. طب افرض ما كانتش هي هناك يعني؟ لا ما تخافش بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعة كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجة. يا ست انت قوم عمتك ماتت تاني. ايوه قوم يلا فودة قوم خالك عايز يموت هيموت. يلا انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه يا بنتي يا بنتي. بسرعه لا مش وقته. يا رب قصروا زي ما قصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام ايه حوش عنك كنت الماس هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم. دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قال لك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يهمني الله. اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل انت يا راجل بتستهبل. مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمة. افرد سرحانة بحاجة قلية الأدب ومش عايزك تشوفني تدخل كده علي خلوتي. اتفضل استنى انت عميت وعينيك البعيد مش سايف عيل بيرجع ويودوا روح لأمك. كهرمانة لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد الببلاوي الميرة تنزي حريمي سن 42 سنة. تكذب من أولها 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حالة وحالة يا حالة ليلة نطين يا حالة. حلوة عجبك؟ رايح فين مالكش دعوة اللي بيدور هنا. ها أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. يكون سلمت نوال بتاعت الاردن وانا بحبها. لا نوال بتاعت الاردن. انا بنتي غلبانه يا امها سرق منهم عقد وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابه؟ لا يا فندم. امال ايه جاي اللي انت مالك ومال ده شغل مالكش انت دعوه. معلش اللي معلش احنا ما نبدعش حد جبنا العقد وخلاص. من فضلك العقد ده انا اتهمت بالسرقه انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان. انت جاي تحرق دمي. خلاص عقد السرق والاناء اتكل على الله. يلا بقى يلا انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى ترعنا. سبحان الله ده بينه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله في حاجه يا ساتر. يخلق مش شبه 40. حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبيدة. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أمر عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الأزرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين؟ ها فين نسيت؟ ما أنت قصيت وديت الواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنومة عشان تجيب له بنطلون جديد. صح 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 الله هو أكبر. رسمة العين مناخير السايحة. برأيي يا بولا انت كده هتجرجرني للرزيلة وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى وروح للرزيلة معاك؟ لا رزيلة انت فهمتيني غلط. يا بينه جنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسة ده نفسي ألبسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد في الجيزة. الله أكبر يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك
ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تلموا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخلها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بتنمي. الفلاه دي ضيقه قوي. مفيش حاجه. امال اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده؟ أملة دي لا ده فار. كنسي أملة عاملة نفسها فار. القصد جبتها يا بسكلة. أهلا 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 لمؤاخذة اتفضلوا. يا أهلا وسهلا. شوف دخلة الحريم تسرح كده. التنير رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ أهلا ازيك يا كتاكيت؟ أهلا أهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين. انت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده أنا خالت. بص عشان انفوكي كده تحب أقلع لكم مرت والنبي أقلع مرت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله. غمض عينك يا حلوه يا ام قصه انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزه من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسه؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب. هتاكلي بالسبسب وهحط وشك في النار. متجوزه من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها هي فعلا يا خالتي متجوزه عرفي وجايلك تشوف لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم. دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحده فيهم تيجي قبل العرف. لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب. ورينا يا ابني ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه. تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك. تعالي يا امور. تعالي يا حبيبي. تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي. بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه؟ الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده. شايل نخلة شايل بلكونة. الكونترباس ماليش دعوة. يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور. تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. ميرسي قوي يا خالتي. واحدة هنا لخالتي كمان يا اختي بطة. الواد ده هيسعد البت دي. خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه ده وده وقت؟ استنوا ما اقولها بنت يا سعاد. هقولها هقولها. لا تسمعي ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه. لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مسبتي يا اختي يا مسبتي يا اختي يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتاب الله الاسبوع اللي جاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي دول عيالنا. طب استني كده انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا عايزه فلوس؟ تاتي كسفة يا بنت. انا خالتك انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين. تاخديهم؟ لا مش عاوزة فلوس. عاوزة احاوي عفريت ابن عفريت ابن حنت يطلع عيني الولية معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عيني. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكة دي؟ ليا. هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. خليك تنقي بس افتكري ان انت اللي فطرتي. ابعت لي اخر 2 في الكسفة يا حبيبي. بس يا بنت الزهيري. ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبصري ما عندك دين. جاهلة. ايه رايك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده. لكن ده حبيبي انا. رحب انا منوال. ما لسه ما ادري. ايه هروب انا عليك الامان. يا نهار ازرق ده انا هضيع. انا ممكن اتحبس في اي لحظه. لازم ابطل نوسه. الله ما تبطلها. هو حد عايشك؟ هبطلها بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه
اكره ابويا في الخلا نوسه. شفت زمانها جايه، اعمل ايه اعمل ايه؟ من الاول كده اجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يالا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري. كشري ب 5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس. ولا فوده، اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى تيمور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك.